هاي بنات، معكم ميمي من قناة إسوارة. التوتوريال اليوم راح يكون عن البانكيك. فاللي راح نحتاج هو 4 بيضات وقرفة، موز، بيكنج باودر وإناء. فيلا نبدأ. أول شيء سأخذ الموز وسأقطعه إلى قطع صغيرة، ممكن تقطعوه بأيديكم أو ممكن تقطعوه بالسكين، يعني على حسب اختياركم، أو ممكن كمان تستعملوا الخلاط الكهربائي. بيكون أحسن. الخطوة الموالية هي أني راح أخذ الملعقة وراح أمزج الخليط جيدا. حتى يتجانس. حتى يصير لونه أو شكله عفوا مثل الكريمة، يعني بهذا الشكل كما ترون. بعدين الخطوة الموالية راح أضيف البيض، 4 بيضات. فبالنسبة لشخصين الأحسن أنكم تستعملوا 4 بيضات وموزتين، ولشخص واحد موزتين وبيضتين. بعدين راح أخذ الملعقة وأمزج الخليط جيدا. بعدين راح أضيف البيكنج باودر ملعقة صغيرة، وعشان أضيف نكهة حبيت أستعمل القرفة. ممكن طبعا تستعملوا أشياء تانية، فانيليا أو أي شيء من هذا القبيل على حسب الرغبة. وبعدين نخلط الخليط ونحطه جانبا. الخطوة الموالية راح أخذ المقلاة وراح أدهنها بالزبدة، شوية زبدة فقط، وراح أحط البانكيك في المقلاة بهذه الطريقة على نار هادئة، وراح نستنى يعني دقيقة أو دقيقتين عشان يستوي أو عشان يتحمر، وبعدين نقلب البانكيك عشان يتحمر من الجهة الأخرى. كمان نفس الشيء. يتحمر من الجهتين. وهيك صار عندنا البانكيك. ونحط عليه عسل أو شوكولاتة أو أي شيء تحبونه. فأتمنى أن التوتوريال يعجبكم، وبليز ما تنسوا تدعموا قناتي باللايك والشير والسبسكرايب. إلى اللقاء.